استاذ زندراوي الهواري، الكاتب الصحفي ورئيس التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع. مساء الخير يا استاذ زندراوي. مساء النور استاذ سامر، تحياتي لحضرتك وجمهورك ومبروك على البرنامج والتوفيق. ميرسي، ربنا يخليك. انا شايف عندكم في اليوم السابع في هاشتاج طالع وفي اساءه حصلت لليوم السابع اللي انا الحقيقه بنتمي اليه وبكتب له من ساعه ما طلع. ممكن تشرح لنا ايه الحكايه كده؟ والله احنا يعني اول دستور لينا في اليوم السابع منذ انطلاقنا وفي اواخر 2007 اوائل 2008 خرجنا وسط صحف شتامه وكانت من الاصوات العاليه بعيدا عن المهنيه، واحنا ارتضينا في البدايه وسجلنا اول سطر لدستور اليوم السابع عن نرتكل المعلومه والمهنيه ونبتعد تماما عن الشتائم وخلافه. وفي الاونه الاخيره وبعد فوز خلال الساعات اللي فاتت بعد فوز ترامب بعد فوز دونالد ترامب يعني كان هناك حاله رصدناها، وهي ان عدد كبير جدا من النشطاء وبالاضافه الى جماعه الاخوان هم النشطاء اخوان يعني وعدد من الدول حقيقه يعني انتابهم حزن شديد لفوز دونالد ترامب وخساره كلينتون هيلر. انا لست مع دونالد ترامب ولست ضد بالدرجه الاولى ما يتردد بان دونالد ترامب هو الامل والخلاف، لان انا كدندراوي بالدرجه الاولى لا اثق في اي رئيس امريكي، ولكن انا لا وانت مصري كمان يعني مالناش علاقه قوي بانتخاباتهم يعني. انا كنت ضد وصول هيلاري كلينتون تحديدا للرئاسه بما يعني سطرته من اداء سيء للغايه حيال مصر بالدرجه الاولى والمنطقه بشكل عام. فكان رصدنا في اليوم السابع هذا الحزن الشديد لسقوط هيلاري كلينتون. فشتمكم باسم يوسف؟ لا احنا ما شتمناش، هو فشتمكم فشتم شتمنا لما قلنا ان باسم يوسف وخلافه كان من ضمن يتامى، وان هذا المصطلح معروف اصطلاحا في العمل الصحفي. قلنا باسم يوسف ان الراجل من ضمن الناس اللي كانوا حزانه جدا في خساره كلينتون سقوط بالظبط. فوجئنا بيه انه يطلع هاشتاج يعني مش عايز ان يعني انجرف الى نفس الالفاظ السيئه. لا طبعا هو الهاشتاج منتشر بشكل معروف، انا مجده في تدشين الانحلال الاخلاقي من خلال الفاظ منحطه، ايحاءات جنسيه سافله. احنا يعني انا مش متخيل انه يصل هذا الاعلامي الذي ظهر بعد 25 يناير، اما قبل 25 يناير فكان نكره تماما، وبعد 25 يناير ومن خلال علاقاته بالاوساط الامريكيه وظهر واضحا، وانا هقول لك دلوقتي بسرد بسيط للغايه حوالين انه دشن لنفسه يعني مصطلحات سيئه للغايه ومنحطه. طيب ايش حضرتك بتقول انا زعلان وغيره، وبيقول ان هو مش زعلان على هو باسم كلينتون وانه لا يهمه سقوط هيلاري كلينتون وخلافه. طب اشتغل فتره في برنامج اسمه كتالوج الديمقراطيه مع باسم يوسف، ده ممول يا سيدي من حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وفضل يهاجم ترامب بطريقة غريبة جدا. احنا تاني هرجع واقول انا لست في اللوبي ده، مالكش دعوة ده عن دونالد ترامب. ايوه لكن يقينا انا ضد هيلاري كلينتون. لا هو من غير ما انت تبرر ده معروف ان باسم هو واخد حاصل على الجنسية الامريكية كمان يعني. برنامج نيوز اللي بتقدمه الفنانة الكوميدية الامريكية جاك بوبل، ودافع عن كلينتون وكأني خالته، يعني كاني كلينتون دي خالته عمته، هي فيها شبه منه برضو. بالدرجه الاولى كمان خرج على شبكه البي اس سي بي اس الامريكيه، ويعني قال كلام يعني غريب جدا في ايحاء. انا واسمح لي ان انا ممكن اقول لك جزء يعني نصا من اللي قاله. قال لك عندما ذهبت الى الميادين الامريكيه وتحدثت على سبيل المثال مع مؤيدي ترامب، كان لذلك صدى خاص بالنسبة لي لأنني سمعت نفس الأشياء في بلدي. طب إيه علاقة بلدك يا أخي مصر يعني؟ ما علينا، وتحديدا تلك الديمقراطية الخاوية المزيفة والخطب الديماجوجية والسرد الأجوف. أنا يعني حتى وأنت بتؤيد هيلاري ومرتمي في أحضان هيلاري حقيقة،
برضه بتهاجم مصر وبطريقة. تفتكر باسم لو كان موجود كان هيدعو إلى ثورة الغلابة بكرة؟ مين هو لو كان موجود كان يدعو إلى ثورة الغلابة؟ هو بيدعو ثورة الغلابة وهو من الخارج، وبالدليل إن هو له لجان حقيقية يتهم الناس. أصل بص هقول لك يعني، أنت شفت صورة البرادع؟ يا ريت حد ينشرها لنا يطلعها لنا على الشاشة يا جماعة من فضلكم. دائما دائما وأبدا. بص أنا أقول لك على يعني إن هناك علاقة قوية تربط عدد كبير من النشطاء، علاقة شخصية، وهيلاري كلينتون. وبالتالي هم كانوا يعني البرادعي وباسم كل دول يربطهم لا صله ونشطاء. لا ونشطاء من اتحاد ملاك 25 يناير الحقيقه. اتحاد ايه يا فندم؟ معلش عيد تاني. اتحاد ملاك ثوره 25 يناير، احداث 25 يناير. ايوه انا بسميهم كده، ودي من المصطلحات اللي انا مدشنها في كتاباتي. وهناك اسم اتحاد ملاك ثوره 25 يناير الذين تصدروا المشهد، تربطهم علاقات وثيقه بهيلاري كلينتون. كانوا وايضا عدد كبير جدا من الحقوقيين الذين يتلقون تمويلات ضخمه من الولايات المتحده الامريكيه. موقف دونالد ترامب انه ضد هذا الامور، وان هناك لا يقل عن، انا في تقديري ان هناك خمس رسائل يعني اثرت عليهم تاثير بالغ الحقيقه، وان هم يعني كانوا يعني في 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 يعني اوج برجهم السيء والصعب. اني اول حاجه اني اكتشفنا ان الاعلام الامريكي الذي دائما كان يعني يتغنون بمصداقيته انه اعلام غير محايد وفاقد لمصداقيته، والدليل بدليل انه كان ضد دونالد ترامب ومع هيلاري كلينتون بشكل صارخ. ايضا ان الفتره القادمه يعني هتظهر ما يسمى ب عدم يعني او وضع حد للعربده التركيه والقطريه المدعومه من الاداره الحاليه اللي هي اداره اوباما. ايضا عدم تقسيم سوريا واعتبار بشار جزء من الحل وليس اصل المشكله، بالاضافه الاهم اغلاق حنفيه تمويلات النشطاء والحقوقيين. طيب هل حنفيه النشطاء دي لما تقف يا دندراوي بعد اذنك، لما تقف هذه الحنفيه هل ستهدأ الاجواء هنا عندنا في مصر؟ بص هقول لك على حاجه مهمه جدا، يعني لازم تبقى انت ردود الافعال العجيبه اللي ظهر عليها باسم يوسف النهارده يؤكد ذلك. باسم يوسف بعث برساله من خلال يعني انزلاقه الى مستنقع المصطلحات الفجه والسيئه اللي دشنها اليوم، كشف نفسه بما لا يدع مجالا للشك ان هذا الرجل يعني يترنح ومش ومظلوم، وان هيلاري كلينتون خالته، وبالتالي هو يعني يقيم حفلات يعني المآسي المآتم بقى مش الحفلات. يعني استاذ دندراوي انا بشكر حضرتك جدا على هذا التوضيح، وكان الله في العون.